ضمن البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية الذي ترعاها المؤسسة الوطنية للنفط، أنهينا اليوم في شركة أرماء لاستشارة التدريب اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لخريجي منطقة غدامس اللي تشمل غدامس وأوال ودرج وسيناون والمناطق المحيطة بها. الحمد لله أنجزنا الاختبار بنجاح، وإن شاء الله الأسبوع القادم حتبدأ مرحلة التدريب الرسمي التي حتستمر لمدة 6 أشهر إن شاء الله، مع تمنياتنا بالتوفيق لي جميعا إن شاء الله.